رايكم المشاهدين كسمحتوا، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير على خير ويوم سعيد ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا راه كتشوفوا هذا الطحين وهذا الشيء، كتقولوا شنو غادي تصايب لينا اليوم؟ ان شاء الله غادي نصايبوا في عالميا دونالد. وهي الوالده، السلام عليكم وليداتي، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. وهذا النهار انتم كتشوفوا نورا شنو غادي تصاوب لكم. انا راه ما كنعرفش نصاوب هذا الشيء، كندير السفنج واخا ندير بغرير ندير داكشي كنعرفو بلدي، هادشي ودي ما كنعرفش. كنطلب الله يعاونها ان شاء الله يا ربي. بان لكم كنحاول ما امكن نقرب هنا، يعني كما كنقولوا الحديث والمغزل، شويه غادي نهضروا شويه غادي نصاوبوا. هادشي راه كتصايبوا اي سيده في دارها معروفه، ولكن كنبغوا نشاركوا الفكره ومنها نيت نتهابدوا. هذه هي اللي كاينه. الاولى كنبدا بالكاس ديال الحليب، وعندي هنايا حتى الكيسان ديال الدقيق. غادي ندير الكاس الاول ديال الدقيق مع هاد الكاس ديال الحليب، غادي نزيد عليه واحد راس معلقه ديال الملحه، واحد معلقه صغيره ديال الخميره. معلقه ديال الخميره بغيت باش نقرب لكم وتشوفوا هاد الشيء على الوضوح، يعني قريب ما كاينش ما احسن من الحاجه اللي كتكون قريبه. بسم الله كنخلق وغادي نغطيه ونخليه يخمر واحد 10 ديال الدقائق عاد، ونكملوا الخليط ديالنا اللي باقي. غادي نزيدوا هاد السنيده حتى هي، نخلطوا هاد الشيء مزيان. وغادي نخليها حتى تتفاعل الخميره عاد، ونكمل الطريقه ديال الخليط الاخر. شوفوا راه تفاعلت هذه الخميره هذه، وغادي نزيد عندنا الخليط خفيف، غنزيدوا هذا الكاس الاول ديال الدقيق ونخلط واحد الشويه. ندير هذا هنا في البلاطه، غادي نزيد هذه البيضه نديرها هنا، وغادي نخلطها بزاف مع هذا الخليط هذا حتى تخلط ليا. دابا غادي نزيد هذا الكاس الثالث ديال الدقيق، وغادي نزيد معاه الساشي ديال الخميره. كيف ما كنقول لكم راه دائما كتبقى حتى كنديروها مع الدقيق، وغادي نخلط هذا الشيء. راه هذا الكاس ديال الحليب كيجيني شحال مع هاد ثلاثة الكيسان ديال الدقيق بحال هكا، صافي كنجمعوها. غادي نزيد فيها واحد المعلقة ديال الزبدة، هادي الزبدة، زبدة مارغرين اللي متوفرة عندكم، يبقى عادي يدلك هنايا يمشيها يدوبها ويديرها في اللون مع المقادير. على الطريقة هادي أنا كتجيني أحسن من ندوبها. من بعد ما تجمعات غنديرها شوية ديال الزيت هكا كندهنوها، وغادي نخليوها حتى غادي تفاعل الخميره تختمر مزيان، وديك الساعه غادي نتلاقاو باش ان شاء الله غادي نطلقوها وغادي تشوفوا دونوت ان شاء الله. كما كتشوفوا العجينه ديالنا ها هي خمرات هانتوما ما شاء الله، بدات هاد الفقاعات هادو كنديروا لها هكا باش كنخويوها الاول. حسيتو بها زعما باقا شويه عاد خفيفه، خصها عاد شويه ديال الطحين، زيدوا لها شويه وجمعوها. هنا هذه القضيه هذه راه معروفه ديال الدقيق. عيدي زيد هنا هذا العجين الوسط، وخا تشوفوا شويه هكا مرخوف ما تخافوش منه راه مزيان. بسم الله، وكنبقاو كنطلقوا في العجين ديالنا هكا شويه بشويه، ولا بحال شفناها كتلصق في الطبله ولا شي حاجه نزيدوها شويه ديال الدقيق. باش طلقتها هانتوما كتشوفوا السمك ديالها راه ما طيقاش بزاف وما غليضاش بزاف، والتقطه غادي نقطعها انا بهذا الكاس هذا حيت ما موفرليش دابا هذيك القطاعه، غادي نبدا نقطع. بسم الله، غير هو في التقطيع حاولوا تديو وتردوا الكاس مزيان هكا حتى يطراسي راه قطع، فهمتوا بحال هكا هانتوما، يعني الطريقه راه ساهله ماهله بحال هكايا ها هانتوما.
جد جد سهله وبسيطه. واللي عنده مقطعه قطع بها دوك القطعات ديال الانوكس ديال الحرشه. انا هنا في الدار ما عنديش كما كتعرفوا حنا وحنا غير ضياف، واحد الحاجه كنلقاوها وواحد الحاجه ما كنلقاوهاش. ايوا داكشي علاش. اما في الدار ديالي فين راني مستقره راه عندي، غير هنا ما عنديش. وهكا غنمشي معاه نقطعو كامل كله بحال هكا ياك العجين اللي بقات عندنا هنايا. ما غاديش نرميوها حتى هي غادي نخدمو بها، نجمعوها وغادي نديروها في واحد الكيس نتاع البلاستيك اي ولا سلوفان ولا اللي موفر عندكم، ونخليوها تطلق بلاتي. كنجمعوها واحد شويه بحال هكا باش تماسك مع بعضياتها بحال هكا وصافي. وغادي نديرها في كيس بلاستيكي وغادي نخليها حتى تطلق كيما الاول، ونرجع نخدم بها ما غاديش تضيع. نخليها هنايا على جنب، وباش غادي نقطع في الوسط هي هاد المقفله ديال القرعه. ها نتوما كنجيو هنا باش تبغيو تقطعوا ديروا هكا باش كتشدوا الحجم ديالها نيشان ما تجيش ما تجيش عوجه. فهمت؟ ها نتوما ها كلهم بنفس التقطيعه. واللي عند هذاك البوق ديال الحلوه كنقولوا له البوق، حتى هادو ما كنلوحوهمش. هاد العجينه كنرجعوا نجمعوها مره اخرى مع هادي باش تكون قبيله. نحط هادي هنا حتى كنزيد عليها هاد، وغادي نجمع مع هاد المنديل هذا وغادي نغطيه باش يخمر المره الثانيه عاد نبداو نطيبوه. دابا غادي نبدا كنطيب ان شاء الله. غير هي الزيت خصها تكون سخون، يعني ما ديروهاش ما تكونش غير دافيه ولا بارده. الزيت خصها تكون سخونه كيف ما كتشوفوا دابا راه كتشمشى. انا عندي المكله كبيره وكل واحد يدير المكله اللي غير هو في القريب ديالو حول ما امكن تقلبوه غير بشويه راه ساهل معاه ماشي شي حاجه صعيبه. ولا نجيب واحد الطبسيل باش نحط واحد البابيل اللي تشرب له الزيت محمر من جوج جهات من الماء ومن الماء سما. منين كيطيب كتفندوه في سنيده اولا في الشوكولات كل واحد شنو كيعجبو. وبالطريقه اللي بغيتو تقدروا تزينوا بها هكا، داكشي كيبقى اختياري. كيجي ما شاء الله شيش من الداخل. هذا هو الشكل النهائي، نتمنى يعجبكم يا ربي وتجربوه. وما تنساوناش يعاونكم وراكم كنتمناو. وحتى شي فيديو جاي ان شاء الله. ومع السلامه، باي باي.